السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم علي النبهان من الهيئة الطلابية في غازي عنتر. بهذا الفيديو راح احكي معلومات هي توضيحية بالنسبة للفيديوهات اللي نشرتها سابقا، واللي هي جامعات تركيا اللي بتقبل بشهادة اليوز، جامعات تركيا اللي بتقبل بشهادة الثانوية، جامعات تركيا اللي بتقبل بشهادة اليوز، او جامعات تركيا اللي بتقبل بالشهادة السعودية. هلا المعلومة هاي اللي نحن اعطيناكم اياها، تمام؟ اوكي، حطوها بعين الاعتبار. هاي نقطة. النقطة الثانية حتى وقت تسجلوا بالجامعات التركية لا تعتمدوا يعني الاعتماد 100% على المعلومة اللي نحن قدمنا لكم اياها. ليش؟ والسبب هو انه الجامعات التركية لما تفتح التسجيل، تمام، ولما تنزل معلومات جديدة وشروط جديدة، نحنا ما فينا يعني نتابع أول بأول، لأن في كل عام وكل سنة جديدة، تمام، بيكون في تغيير يعني نسبة 90% من شروط الجامعات، ممكن يضيفوا معلومات كتير جديدة. فنحنا عم نعطيكم مثل معلومات بسيطة، تمام، حتى تعرفوا كيف تشتغلوا بهذا الموضوع. النقطة الثانية، خلوا اعتمادكم كله 100% على الجامعات اللي بتكون إياها. لما بيفتح التسجيل عليها ارجعوا اقرأوا الشروط الخاصة اللي فيها. هلا على سبيل المثال جامعة اسطنبول، تمام، حسب المصادر اللي عم نشرح منها المعلومات، جامعة اسطنبول تقبل بشهادة السات، طبعا السات امتحان قبول جامعي امريكي، تمام، ولكن لما تفتح جامعة اسطنبول على التسجيل بيكون حصل التسجيل حصل من خلال شهادة اليوز. فهذا الشيء كتير لازم تنتبهوا عليه. صح انه الجامعة بتقبل بالسات وكذا وهيك، ولكن اثناء التسجيل فقط من خلال امتحان اليوز. فانتبهوا كتير لهي الملاحظة ولهي النقطة، والجامعات اللي بتكون اياها او المدن اللي بتكون اياها تابعوا وانتظروا حتى يفتح التسجيل عليها، حتى تقرأوا الشروط اللي موجودة بموقع الجامعة واللي هو بيكون صحيح 100%. عدا هيك بيكون مواقع تعليمية مساعدة تنزل معلومات، ونحن عم نشرح هالمعلومات الموجودة فيها، تمام، حتى نسهل عليكم بعض الأمور. لهون بيكون انتهى الفيديو. بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق.